السلام عليكم ورحمة الله. الليلة حنوريكم كيف تبدو اللعبة بداية قوية وجبارة مع سلاح الديس بوكر الأسطوري وبناء الساموراي السهل والبسيط ده. ممكن نقول انه ما بناء بس عبارة عن كلاس الساموراي زائد السلاح ده. طيب انا كتلت باستخدامه على التري سنتينل في اقل من 30 ثانية. حتى الدمج بتاع الضربات العادية قوي جدا. عنده حركتين L2 و R2 هتعمل انفجار من اللهب الابيض او غضمة الصقيع، و L2 و R1 هتعمل خط من اللهب الابيض هيدمج الاعداء. طيب في البداية ابدأ اللعبة من جديد واختار كلاس الساموراي عشان عنده بعض نقاط القوة اللي احنا محتاجينها. بعد ذاك تصل لمجريف وتفعل 4 بومفاير تحصل على الحصان وجزء الخريطة الاول من لمجريف. اتجه للمكان الموضح في الخريطة ده عشان تحصل على غضم الطائر الذهبية. بعد تحصل على غضم الطائر الذهبية ارجع الى بوابة القلعة. من بوابة القلعة امشي للمكان الموضح في الخريطة عشان تصل كنيسة ملكة الثالثة. من هنا امشي خلف كنيسة ملكة حتلقى ميرمياه وفيه بوابة حتنقلك الى كيلد. من الهضبة دي انزل بنفس الطريق ده عشان تصل الى جسر فيه التنين. بعد تفعيل الجريس اتجه ناحية الجسر فيه التنين، وخلف الجسر حتلقى شجرة عملاقة. امشي خلف الشجرة دي حتلقى قفزة هوائية حتجيبك لمكان تنين عملاق. اتجه ناحية ذيل التنين ده واضربه ضربات متتالية باستخدام الكتانة عشان يحصل له خاصية النزيف. هتشيل من دمه قرابة 13,000 إذا جات ضربة نزيف ناجحة. قبل ما دم التنين يقرب للنهاية استخدم قدم الطائر الذهبية عشان تحصل على 30% روينز إضافية. هو أصلا حيديك 64,000 روينز، لكن عند استخدام قدم الطائر الذهبية حيدينا 96,000 روينز. المكان اللي كتبت فيه التنين ده حيكون في حصن جنبه جريس. فعل الجريس دي وارفع مستواك الى 11 انتليجنس او ذكاء و36 فيجرز باستخدام المتبقي من الروينز. بعد ذاك ادخل الحصن عشان تحصل على طلسم راديغان سورسيل اللي حيديك 5 نقاط اضافية في كل من الفيجر والاندورنس والسترينكس والدكستيريتي. نحن محتاجينه عشان نرفع لنا السترينكس والدكستريتي عشان نقدر نشيل السراح اللي حنحصل عليه لاحقا. بعد تحصل على الطلسم اطلع من اللعبة عشان ما تخسر الروينز. ارجع للكنيسة الاولى في لينجريف واشتري 100 سهم من البايع. ارجع لبوابة القلعة. من بوابة القلعة اتجه ناحية الجسر المكسور كما هو موضح في الخريطة. من الجسر المكسور انزل واتجه بناء بمحاذاة جدار قلعة ستورم هيل عشان تصل ليه أول جريس في البحيرة. فعل الجريس ومن هنا افتح الخريطة واتجه ناحية الكنيسة دي عشان تحصل على الكاس الذهبي، وتابع في طريقك عشان تحصل على الجزء أول من خريطة البحيرة. هنا الخريطة هتكون موجودة هنا. حاول اجذب الاعداد من الخريطة واحصل عليها وتابع في نفس طريقك عشان تصل للجريس دي. بعد تصل الجريس دي قصادها طوال هيكون فيه كابينة فيها بوابة هتنقلك الى بوابة الاكاديمية. فعل الجريس دي ويبين الجريس دي وسط البحيرة هيكون فيه كابينة تانية فيها بوابة. امشي للبوابة دي وحتنقلك لي الجزء الاعلى من بحيرة لورينيا. هتحصل على الخريطة الثالثة من بحيرة لورينيا. اتجه ناحية اللنغات دي، وفي نهاية اللنغات دي هتلقى باب وهمي، وخلفه هتلقى الحداد العملاق اللي حيبيع لك احجار التبليس 1 2 3 و4. ارجع لمكان كتلت التنين، وبمحاذاة الجدار الناري ده حيكون فيه فجوة. اتجه بالفجوة دي هتكون قصادك فيه
عفن ابيض او صخور بيضاء ما عارف شنو، المهم حيكون جنبها قفزة هوائية. انزل بالقفزة الهوائية دي حتشوف قصادك طوال حيكون في كنيسة، اتجه للكنيسة دي حتلقى كاس ذهبي وفعل الجريس اللي فيها. بعد تحصل على الكاس الذهبي استريح في البوم فاير وحول الوقت الى وقت ليلي، وزيد اعداد الفلاسك او الجرعات اللي عندك. استخدام الجولدن سيد والكأوس الذهبية جمعتهم في طريق وانت في طريقك الى هنا. غير عددهم الى 5 جرعات سحرية وجرعة واحدة هيل او جرعة دم. بعد ذلك اتجه بنفس الطريقة الموضح في الفيديو ده عشان تصل الى البوس اللي حنحصل منه على السلاح. من هنا قصادك طوال حيكون هناك في عفن ابيض او صخور بيضاء، اتجه ناحيته واطلع فوق وانزل بالجهة الثانية. هنا حيكون في البوس ظاهر ما بيظهر هو الا في الليل. طيب اقيف هنا استخدام الغوص كالساموراي، دوس L2 وR1 عشان تسدد ضربة قوية لرأس الطائر. طبعا طريقة شوية مملة لكن فعالة، الطائر حيكون اغلبية الوقت ثابت وما حيتحرك، اذا تحرك ما تضيع الاسهم، حاول بقدر الامكان انك تحافظ عليها وحيثبت في النهاية. طيب بعد تقتل هتحصل على سلاح ديس بوكر وقرابة 20,000 روينز. ارجع لمجريف لاول جريس في لمجريف لقتك. من هنا اتجه ناحية الانقاض دي الموضحة في الخريطة، هتلقى نفق داخل الارض. في نهاية النفق ده حيكون في صندوق سحري حينقلك الى منجم موجود في كاليد. اطلع من المنجم ده واتجه يمين لحد ما تلاقيك الحشرة السحرية دي، وراها طريق، خلف الطريق ده حتلقى حجر بلس 5. ارجع الى الحداد العملاق وطور السلاح الى بلس 5. مبروك عليك السلاح. السلاح ده فيه حركتين L2 R1، هتعمل خط من اللهب الابيض هيدمج كل الاعداء الموجودين فيه، و L2 R2 هتعمل انفجار من اللهب الابيض. ايضا السلاح ده هيسبب قضمة صغير. بس ده كان الفيديو اليوم، اذا عجبك الفيديو ادينا لايك، واذا ما مشترك اشترك، وشكرا.